إذن في إطار عملية التلقيح والتحسيس التي بادر بها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، انطلقت اليوم عملية التلقيح على مستوى دار الفلاح خنشلة، وهي التي ستستمر مدة 4 أيام على مستوى عدة ولايات تشهد كثافة فلاحية كبيرة. هذه العملية التي تمس الفلاحين والمربين إضافة إلى النساء الريفيات وعمال الأرض وعمال الصناديق الجهوية لمختلف صناديق التعاون الفلاحي، تهدف هذه العملية لتحسيس الفلاحين بأهمية التلقيح وكذا المبادرة بأخذه بالتعاون مع مختلف المديريات الصحية للولايات. شهدت العملية في يومها الأول على مستوى ولاية خنشلة إقبال كبير للفلاحين والمربين والنساء الريفيات وكذا عمال الصناديق الجهوية من مختلف الولايات.